السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي الكرام حياكم الله. اليوم راح نتكلم عن شروط مهمة تضعها مديرية الهجرة من أجل النقل بين الولايات التركية عن طريق الإي-دولات. لذلك تابع مع الفيديو وشاركه لتعم الفائدة على الجميع، وراح أخلي لك الصورة هاي أيضا تقدر تشاركها بين أصدقائك بين الناس مشان تستفيد. أول شيء يأخذ بعين الاعتبار النقل بين الأزواج من جهة وبين الأبوين والأطفال القاصرين تحت السن 18 من جهة أخرى، بشرط تقديم صورة دفتر العائلة التركي الصفحة الأولى التي تحوي على صورة الزوج والزوجة، والصفحة الثانية صفحة المعلومات، أو تقديم طبعا إذا ما كان في دفتر العائلة تركي، أو تقديم صورة دفتر العائلة السوري مترجمة ومصدقة من كاتب العدل النوتر مع تقديم صورة الدفتر الأصلية باللغة العربية. يعني أنت أول شيء بدك تنقل يعني عن مشان يعني إذا أنت كنت بإسطنبول أو كنت بأورفا أنت وبدك تنقل زوجتك إلها، بدك يكون عندك دفتر عائلة تركي حصرا. إذا ما كان عندك دفتر عائلة تركي تقدم دفتر العائلة السوري، لازم يكون مترجم ومصدق من كاتب العدل النوتر، زائد ترسل له بالنسخة الأصلية من دفتر العائلة السوري أول صفحتين بس. اثنين، يؤخذ بعين الاعتبار قبول طلبات النقل على أساس الأقرباء من الدرجة الأولى، يعني أب أم أخت أخ، يعني ما يصير ابن عمك ابن خالك ما يصير هذا، بس أقرباء من الدرجة الأولى يأخذون بعين الاعتبار. طبعا هو أحيانا يصير حالات فردية أنه يتم قبول عن طريق الأقرباء. ثالثا، بالإضافة إلى تقديم صورة تكملك الشخص الذي تريد الانتقال إلى ولايته كاملة وملونة، لازم تقدم صورة الكملك. طبعا تكون صورة الشخص ملونة، يعني صورة كملك الأصلي، تمام، ما يصير تحط صورة عنه، لا، صورة الكملك الأصلي مشان يتم قبول الطلب. رابعا، بالإضافة إلى تقديم وثيقة عنوان رسمي صادرة عن مديرية النفوس أو الحكومة الإلكترونية إي-دولات، يعني أيضا لازم تقدم وثيقة أنه أدرس قيد مثل ما يقولون، تقدر تطلع عن طريق الإي-دولات عن طريق المختار، بس عن طريق الإي-دولات أسهل شيء صارت. خامسا والأهم، أن يكون الشخص الذي يريد التقديم على طلب النقل محدث بياناته وأسرته ومثبت عنوانه لدى مديرية النفوس حتى تتم الموافقة على طلبه، يعني لازم الشخص يكون مثبت عنوانه، يكون محدث بيانات أسرته كاملة مشان تتم الموافقة على الطلب. وأنا أيضا راح أخليكم رابط فيديو كيفية تقديم شرح عملي عن طريقة تقديم إذن النقل عن طريق الإي-دولات. وطبعا في أيضا شرط أيضا مهم، وهو عن طريق إذن العمل. تقدر تقدم أنت على إذن النقل عن طريق إذن العمل، لازم يكون ماضي أكثر من 3 أشهر، أو تكون تعليم طالب، أو تكون عندك لا سمح الله تقرير طبي وأي حالة. في هاي الحالات يتم قبول إذن النقل. طبعا في حالات استثنائية يتم قبولها. وطبعا إذا بدك مزيد من المعلومات عن طريقة طبعا والشروط إذن النقل، تقدر تتصل على رقم 157 تطلب الموظف باللغة العربية، هو راح يعطيك جميع التفاصيل. احنا بس حبينا نفيدكم، راح اخليك هاي الصورة ايضا. طبعا هاي الصورة من احمد جميل النبهان، طبعا هو اعلامي في تركيا. واذا عندك اي سؤال او استفسار حط لي بالتعليقات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.